suena ra. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá. الله طيب نروح مع أخبارنا اليوم. صراحة عندنا أخبار مو طبيعية. راح نبدأ لكم في الصين. الصين إيش مسوين؟ روبوتات تصنع روبوتات. كيف كذا؟ طبعا أجهزة روبوت ستصنع أجهزة روبوت في مصنع حديد بالصين، وهذا ما أعلنته تحديدا مجموعة سويسرية للمعدات الهندسية، حيث بث مصنع جديد بنت مصنع جديد بمدينة شنغهاي الصينية بتكلفة 150 مليون دولار، والهدف توسيع نطاق القوى العاملة من أجهزة الإنسان الآلي، مع أيضا ارتفاع أجور العمالة البشرية. الله يستر لا توصل هذه التقنية وهذه المصانع تنبنى عندنا في الخليج. نحن قاعدين نحارب البطالة يا جماعة، فلو جات هذه الروبوتات اللي تصنع روبوتات وحيستغنوا عن الأيدي العاملة البشرية، فحتزيد البطالة بنسبة كبيرة. أهم شيء ما يجيبوا مذيعين، أهم شيء لا يصنعوا لا مذيعين ولا مذيعات ويخلونا في شغلنا عشان إيه ما نروح ننام بالبيت. وإلى خبر آخر، وأيضا دراسة جديدة. قبل فترة قلت لكم عن دراسة كانت في اليابان تحديدا، وأنه كان في يعني كلاسات وصفوف بس يعلموهم كيف يبكوا، عشان يقولوا أنه لما يعلموا الإنسان كيف يبكي ممكن يعبر عن مشاعره. اليوم الدراسة الجديدة اللي جابت لكم هي تقول أن البكاء مرة بالأسبوع حياة بلا توتر. ويرى أحد الأكاديميين اليابانيين أيضا بأن الطريق الأكثر فائدة للتخفيف من التوتر هي البكاء، ويعتبر نفسه معلم الدموع. خليه يجي هنا ندرسه، مو نعلم وندرسه كيف تنزل الدمعة. ونظم ورش عمل ومحاضرات منتظمة في جميع أنحاء اليابان لتثقيف الناس وتعليمهم حول الفوائد النفسية للبكاء. ومو بس كذا، قال كمان يا جماعة إذا كنت تبكي مرة في الأسبوع فيمكنك أن تعيش حياة خالية من التوتر. ليش؟ طب ليش نحن هنا ما اكتشفنا الموضوع؟ ما أنا أكيدة أنه كل شاب أو كل بنت تبكي على الأقل مرتين بالأسبوع وبرضه متوترين وبرضه ما بينجزوا. كل المصورين هنا يقولوا لي صح. فما أعرف صراحة اليابانيين عليهم اختراعات، يعني خلصوا كل الاختراعات قاعدين يشوفوا يتعلموا كيف يبكوا. الله نعيش ونشوف. إلى خبر آخر أيضا، وهندي ينجو من قطار في آخر لحظة، ونجى رجل هندي بأعجوبة من الموت. شايفين كيف الفيديو؟ يعني في آخر لحظة اكتشف أنه في قطار مسرع جايه بالطريق، فما كان قدامه غير أنه ينبطح على الأرض على السكة الحديدية عشان يمر هذا القطار، وبعدها يقدر أنه يقوم. وطبعا ما صابه أي مكروه بالنهاية. والله هذه الحركة نشوفها كنا بالأفلام، فأتوقع أنه هو استلهمها من الأفلام اللي كان بيشوفها، وقدر أنه كانت عنده سرعة بديهة وقدر أنه على طول يتصرف بسرعة. لو كنت مكانه يمكن كنت استسلمت وقتها خلاص. فيعيش ونشوف، مرة متأثر. عموما خلونا مكملين في أخبارنا، وحتى في الحيوانات يعني بتكون في مشاكل، مو بس البشر اللي عندهم مشاكل بالنهاية. تخيلوا أسد يحاول انتزاع فريسة الفهد، يعني قاعدين هم الاثنين يتضاربوا الأسد مع الفهد عشان مين فيهم ياخذ هذه الفريسة. يعني حتى في الحيوانات عندهم الغيرة والحسد والحقد، والله ماني فاهمه. والمنافسة يعني، طب أنا أقول لكم إيش الحال، مين اللي أخذها أول هو اللي تكون لي الفريسة. بس دائما الأسد جبار، ما أعرف ليه. في هذا الفيديو اللي قاعدين نشوفه التقطوا أحد الهواة بالصدفة، اللي ظهر فيه الفهد مع فريسته على شجرة هربا من طمع الأسد، ولكن من قال أن الأسد سكت له بالنهاية. الأسد بكبره راح تشوفه دحين ايش سوى.
تسلق الشجرة، وأيضا حاول أنه ينتزع الفريسة من الفهد بالنهاية. والله أشوف أخبار عالم الحيوانات أقعد أضحك من جد، يعني زينا بيفكروا في كل حاجة. بالنهاية يقولوا لك الجوع كافر، لازم حاكل حاكل، ما في فريسة، حاخذ فريسة الفهد وحاكلها بالنهاية. نعيش ونشوف. يا الله يا طلع ما ردوا أي شيء. طبعا أنت تكلمي أسد، يعني مستحيل، الأسد ما في أي أحد يقدر عليه، الأسد ملك الغابة. يا الله. طبعا كانت معنا هذه آخر أخبارنا لليوم، ولكن